السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة رجل المرأة. قبل ما ندوز الوصفة ديالي، كنبغي نرحب بجميع المتتبعين اللي انضموا القناة ديالي، وكنتمنى أن القناة تكون في المستوى وتنال إعجابكم وتستمروا في القناة ديالي إن شاء الله وما يجيكمش الملل. اليوم غادي نقدم لكم كيف قلت لكم وصفة ديال الكاب كيك اللي كيجوا هشاش وخفافين وكذلك ناجحين ومقادير بسيطة. ندوزو للمقادير. هنا عندي 2 بيضات من الحجم الكبير، عندي نص كاس ديال الزيت مائدة او كاس لاروب، يعني المهم ما يكونش كاس عامر، انا درت نص كاس. كاس ديال السكر سنيدة قياس العنبة طبعا، وعندي ساشي ديال فاني، ساشي ديال بودرة الكاكاو، وجوج خمارات ديال الحلويات طبعا. عندي هنايا شوكولات مقطع، وعندي كذلك مكسرات، وعندي بالنسبة للطحين عندي 350 غرام ديال الطحين الخاص بالحلويات. كندوز باش كنخلط سنيدة والبيض والفاني، كنخلطهم مزيان بالطراب. انا كنستعمل الطراب الكهربائي لان صراحة كيطلع لي الخليط في المرحلة الاولى. كنبقى كنضربهم مزيان بالخلاط حتى كيولي اللون ديالهم فاتح، هذا باش من بعد كنزيد ليهم الزيت، وكذلك كندير اضافة دانون او الحليب اختياري. ممكن ديرو كاس ديال الحليب وممكن ديرو دانون، فانا هنا غادي ندير دانون بالنكهة ديال الفاني لانني انا ما كنتش حطيته مع المقادير قبل. صافي غادي نضيف الزيت وكنبقى كنخلط في نفس الوقت، وكنضيف كذلك دانون وانا كنخلط. بالنسبه لبناتي الا درتو الحليب راه غادي تزيدوا واحد شويه في الطحين، لان الحليب راكم كتعرفوا فكيكون جاري. بالنسبه انا هنا دانون فغادي تستعملوا عفوا نفس المقدار اللي درت انايا ديال الطحين. صافي ونخلطهم مزيان، ومن بعد صافي غادي ندوز باش غادي نخدم بالفوي، يعني ما بقيتش غادي نحتاج الباطور، في الباطور كنحتاجو في الاول فقط. صافي كندوز باش كندير الطحين. هنا انا غادي نخلط كل شيء في مره، غادي ندير الطحين وبودره الكاكاو وكذلك الخماره، كل شيء غادي نديرهم في مره وغادي نغربلهم. صافي وغادي نبقى كنخلط بالفوي حتى كان يمتزج لي الطحين مزيان، ما كيبقاش يعني الطحين في دوك الحبيبات ومتكتل. الخليط البنات خصو يكون ثقيل، ما يكونش خفيف، لان الا كان خفيف راه الكاب كيك كينزلو. فدائما الكاب كيك راه ما كنديروش فيه، ما كنديروش الخليط ديالهم خفيف، كي كتشوفوا كيكون ثقيل ماشي بحال الكيكه يعني العاديه. هنا بالنسبه لي انا الشوكولات درت غير الشوكولات العادي، قطعته في قطاعه يعني قطع صغيره. نتوما ممكن تستخدموا الشوكولات ديال الكوكيز، يعني داك الحبيبات ديال الشوكولات الخاصه بالكوكيز، فانا ما توفرش عندي، درت غير هذا الشوكولات قطعته صغير، ما تخلوش كبير باش ما يهبطش ليكم يلصق ليكم في التحت. والمكسرات راه غادي نخليهم حتى المرحله الاخيره. صافي هنا كنخلط، ما تنخلطش بزاف، فقط انني كنحاول انني نوزع الشوكولات في الخليط. كيف كتشوفوا راه ثقيل، وهذا البنات راه هو السر في ان الكاب كيك ما ينزلوش ليكم، هو الخليط خصو يكون ثقيل. غادي ندوز باش غادي ندير الخليط في الكيسات اللي هما انا درتهم في هذاك المول ديال الكاب كيك، ما كنديرش ديريكت، يعني ضروري كندير هاد الكويغطات ولا هذاك المولات الصغيورين ديال السيليكون. هنا دابا انا الفران ديالي شاعله على 180 درجة. صافي كنهز في حدود المعلقة تقريبا،
يعني راه ما كنعمرش بزاف باش ما يفادش ليا. تقريبا كنعمر مقدار ثلثين معلقه بنفس القياس، كندير معلقه فيهم كل وحده، كندير فيها معلقه. كيف قلت لكم الفران دابا في هذه المرحله انا راه جالس كيسخن، كنسخنه قبل تقريبا ب10 دقائق، وكنكون يعني شاد عندي الحرارة، ماشي تندخل الكاب كيك عادة باش نسخنه، لا خصو ضروري يكون سخون في الاول. صافي انا غادي نحط عليهم هذوك المكسرات، شوية ديال اللوز والقرقاع غادي نحطهم من الفوق، وكذلك اختياري البنات الا ما توفرش اللوز والقرقاع تقدروا ديروا الشوكولات حبيبات من الفوق، تعاودي تزيدوه من الفوق باش ما يهبطش لكم بزاف. انا بالنسبة لي هنا هادشي اللي متوفر عندي، فعندي شويه اللوز والقرقاع فقطعتهم بالقطاعه صافي، ودرتهم من الفوق، وغادي ندخلهم الفران كيف قلت لكم درجه الحراره 180 بالنسبه للفران اللي كتكون عافيته خفيفه، بالنسبه للفران اللي مجهد فيكفي 160 درجه. غادي ندخلهم دابا الفران صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيف كتشوفوا راهم طالعين في الحجم الطبيعي ديالهم. هاد شويه شاطليه فدرتو في واحد الكيسات وحده، ودرت في هاد المول ديال لي طارت. البنات راه كيجو زوينين ولذادين، رغم ان كيف قلت لكم ما فيهمش بزاف ديال التعقيدات، وكذلك خفافين من الوسط، ما كيجوش ملصقين، رغم ان الخليط راه ثقيل، ولكن البنات هانتوما غتشوفوا راه ما كيجوش ملصقين في بعضياتهم، كيجو خفافين من الوسط ولذادين صراحة. كتشوفوا الشوكولاتة ها هو يعني كيبقى في الوسط، ما كيهبطش القعر بزاف. كيف كتشوفوا البنات صراحة كيجو لذادين بزاف. كنتمنى انهم يعجبوكم، ولا عجبوكم هاد الوصفة ديال الكاب كيك ما تنساوش تشاركوه في قناتي، وديروا ليا طبعا لايك، وتخليوا ليا تعليق زوين، والى اللقاء في فيديو قادم.